الشابتر الاول راح نبدا زي ما حكينا لكم في مساق الثيرموداينامكس او الديناميكا الحراريه، اللي هي طبعا جزء من مساق الطاقه وانتقال الحراره. في هذا الشابتر الاوبجكتيفز اللي بدنا نغطيها او الاهداف من هذا الشابتر شو بدنا نتعلم، راح نتعرف على المصطلحات المرتبطة بالديناميكا الحرارية من خلال تعريفنا للمفاهيم الأساسية التي تشكل طبعاً اللي هي الأرضية لتطوير مبادئ الديناميكا الحرارية. زي ما بتعرفوا في بداية كل مساق في عندك definitions، في عندك مصطلحات راح نستعملها خلال الكورس، وبالتالي بدنا نتعرف عليها. الهدف الثاني طبعا مراجعة على الوحدات. انتوا عم تعرفوا الوحدات الأساسية معروفة بالنسبة لكم، وفي عنا الوحدات المشتقة منها، فبنمر عليها مرور سريع بنذكركم فيها. أيضا راح نقوم بشرح المفاهيم الديناميكا الحرارية، في بعض المفاهيم راح نستخدمها باستمرار. من هاي المفاهيم مفهوم السيستم اللي هو النظام، state اللي هي الحالة، وstate postulate عبارة عن rule أو قانون صغير هيك نتعرف عليه. ماذا نعني بالإكوليبريم؟ طبعا تعرفوا إنه الإكوليبريم بشكل عام هو الاتزان، لكن راح تشوفوا إنه عندنا في أنواع مختلفة من هذا الاتزان. راح نعرف مفهوم البروسيس اللي هو الإجراء، ومفهوم السايكل اللي هي الدائرة أو الدورة بما يتعلق بالديناميكا الحرارية. الهدف الرابع مراجعة لمفاهيم درجة الحرارة ومقاييس درجة الحرارة، مفهوم الضغط، الضغط المطلق والضغط المقاس والضغط الجوي. وفي النهاية بنشوف كيف ممكن إنه نمشي في خطوات لحل المسائل الهندسية المتعلقة في الديناميكا الحرارية. هاي هي الأهداف اللي بدنا نغطيها خلال هذا الشابتر. خلينا ننتقل للشريحة اللي بعديها. What is thermodynamics؟ إيش الديناميكا الحرارية؟ شو بنعني في thermodynamics؟ باختصار في بعض الناس بيعرفوها على أنها عبارة عن علم الطاقة، علم الطاقة أو the science of energy. في المفهوم الأشمل يشمل هذا التعريف جميع ملامح الطاقة وتحولات الطاقة. بمعنى آخر راح ندرس بعض الأجهزة كأمثلة طبعاً، اللي هي مثلاً power generation عملية توليد الطاقة، محطات إنتاج الطاقة، التبريد refrigeration، العلاقة بين خصائص المواد نفسها. يعني في عنا engines زي الثلاجة مثلا، زي محطة إنتاج الطاقة. هاي الأجهزة تستخدم موائع معينة زي البخار، زي المية، زي وسيط التبريد في الثلاجات. فبدنا نتعرف على خصائص هذه المواد اللي لا يمكن إنه تعمل هاي الأجهزة بدونها. المفهوم الثاني هو conservation of energy. كلكم بتعرفوا مفهوم حفظ الطاقة، كلكم حافظين هذا القانون اللي هو energy cannot be created or destroyed، لا يمكن للطاقة أن تفنى أو تستحدث، إنما يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر. هذا هو طبعا مفهوم أساسي وقانون أساسي جدا في الطبيعة، إن الطاقة محفوظة. يعني the total energy total amount of energy remains the same but energy can change form، تستطيع تغيير شكلها وتحول من نوع إلى نوع، إنما the total of the energy is conserved، محفوظ وبالتالي يبقى كما هو. مبدأ حفظ الطاقة مبدأ مهم بشكل عام، يعني مش بس في الثيرمودينامكس، بشكل عام في جميع المجالات.
في الثيرموداينامكس راح نتعرف على قانونين أساسيات. أول واحد بسموه the first law of thermodynamics، أو القانون الأول في الديناميكا الحرارية. على ماذا يعتمد؟ شو أساس هذا القانون؟ هو تعبير عن قانون حفظ الطاقة بشكل يعني واضح جدا، ويعبر عن قانون حفظ الطاقة اللي هو بيقول إنه الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، وإنما تتحول من شكل لآخر. بمعنى آخر، تتحول الطاقة من شكل لآخر ويبقى مجموع أنواع الطاقة المختلفة قيمته ثابتة. كمان هذا القانون اللي هو القانون الأول يؤكد أن الطاقة أو الإنرجي عبارة عن خاصية ثيرموديناميكية. It is a property أو thermodynamic property. كمان شوي رح نتعرف ما معنى property بالنسبة للثيرموداينامكس. إذا قانون الأول في الديناميكا الحرارية يعتمد على قانون حفظ الطاقة، وبالتالي أيضا يؤكد أن الطاقة هي من خصائص الثيرموديناميكية. Second law of thermodynamics اللي هو القانون الثاني في الديناميكا الحرارية يؤكد أنه الطاقة كما أن لها كمية quantity، فإن للطاقة أيضا quality أو جودة. يعني في طاقة أكثر جودة من طاقة أخرى. وكذلك القانون هذا اللي هو القانون الثاني بنص على أنه الإجراءات processes تحدث باتجاه decreasing quality of energy، باتجاه انخفاض جودة الطاقة. بطريقة بجوز أوضح شوي، أنه الإجراءات في الطبيعة تسير باتجاه معين ولا تسير في الاتجاه المعاكس. يعني مثلا المية تسقط من الأعلى إلى الأسفل في الشلالات، ما عمرنا شفنا مية بترجع للجوع من الأسفل إلى الأعلى بقواها الذاتية. طبعا الحرارة تنتقل من الـ High Temperature Region to the Low Temperature Region وليس العكس. هذا يؤكد القانون الثاني في الديناميكا الحرارية. في كمان قانون يسموه القانون رقم صفر أو the zeroth law of thermodynamics، بيجينا كمان شوي. لكن يعني بما أنه لا نستطيع اشتقاقه من الفيرست لو أو من السكند لو، فأطلق عليه اسم the zeroth law أو القانون الصفري في الديناميكا الحرارية. هاي القوانين اللي القانون الأول والقانون الثاني لا يمكن إثباتها رياضيا، بمعنى تشتق وتصل إلى هذا القانون. هاي قوانين تجريبية ثبتت بالتجربة، ولم يقم أي شخص لحد الآن بعمل تجربة تناقض سواء القانون الأول أو القانون الثاني، وبالتالي هي ثابتة تجريبيا experimentally بالمشاهدات والملاحظة. نستمر في تعريفنا لبعض المفاهيم. في نوعين من الثيرموداينامكس، في نوع بسموه The Classical Thermodynamics والنوع الثاني The Statistical Thermodynamics. شو الفرق بين الثنتين؟ زي ما انتم شايفين في الصورة هون ماخدين المادة ككل، هون بدرسوا الجزيئات، بدرسوا المادة على مستوى الجزيئات. اسم ثاني للكلاسيكال ثيرموداينامكس بسموها أحياناً The macroscopic approach أو الطريقة الماكرو، اللي هي ماكرو يعني كبير، تأخذ الجزء الكبير أو الشيء الكبير ككل، عكس الماكرو اللي هي المايكرو زي ما راح نشوف في الستاتيستيكال، اللي هي المايكروسكوبيك approach أو المولكيولار approach، يعني الوصول إلى سلوك المادة من سلوك الجزيئات تبعت المادة وتعميم هذا السلوك على المسائل الهندسية. بالنسبة للطريقة الأولى أو النوع الأول اللي هي الكلاسيكال ثيرموداينامكس اللي هي الماكروسكوبيك أبروتش، الطريقة اللي بتعتمد على المادة ككل، هو ما بيهمنيش أنا معرفة في سلوك الجزيئات المنفردة، يعني ما بيهمني كيف يسلك الجزيء بشكل منفرد. وهي طبعا طريقة سهلة وبتعطينا طريقة سهلة ومباشرة لحل المسائل الهندسية.
بينما الاستاتستيكال ثيرموداينامكس اللي هي تعتمد على دراسة مجموعة أو جروب من الجزيئات وملاحظة سلوكها وتعميم سلوك هذه الجزيئات على سلوك المادة ككل للوصول إلى حل المسائل الهندسية. طبعا احنا راح نعتمد على الكلاسيكال لأنه زي ما احنا شايفين it is more easy ودايركت واي لحل المسائل الهندسية، بينما مثلا تبعون الهندسة الكيميائية بدرسوا الاستاتستيكال ثيرمودينامكس اللي هي تعتمد على سلوك الجزيئات نفسها، لأنه طبعا هو العلم الكيمياء يختص في الجزيئات أو دراسة المادة على مستوى الجزيئات. إذا هذول هم من نوعين من الثيرمودينامكس الموجودات، ذا كلاسيكال ثيرمودينامكس والاستاتستيكال ثيرمودينامكس. نجي على التطبيقات أو الابليكيشن areas of thermodynamics، بمعنى آخر التطبيقات الهندسية engineering applications، وين ممكن إنه نستخدم علم الثيرمودينامكس اللي راح نتعلمه في الواقع. وبالتالي أنا حكيت في المحاضرة الأولى إنه الثيرمودينامكس والهيت ترانسفير هي علوم تطبيقية، بمعنى آخر إنه تطبق مباشرة على زي ما أنتم شايفين. يعني هون شايفين أنتم مثلاً Air Conditioning Systems، أنظمة التكييف، هذا الجزء من المكيف اللي بيكون في الخارج إما على الجدار أو على السطح، وفي جزء آخر بيكون موجود داخل الغرفة. عمله يعتمد بشكل أساسي على مبادئ الثيرموداينامكس. طبعا هذا الحكي ما بقدرش نشرحه حاليا، لكن اللي بيختص في التكييف والتبريد، وممكن لقدام شوي نشرح مبدأ عمله إذا ربنا راد إن شاء الله. الطائرات سواء في المحرك تبعها سواء في المكيفات الموجودة فيها، كل يعني معظم أنظمتها لها علاقة في الثيرمودينامكس، لأنه أي جهاز يعمل ينتج عنه حرارة، سواء المحركات سواء الأجهزة الإلكترونية الموجودة فيها إلى آخره. تطبيق واضح في السيارات، الكار راديترز اللي هي مشعات او راديترات تاعت السيارات. الراديتر هذا زي ما انتم شايفين في عندك ووتر ان ووتر اوت. الووتر ان هاي جايه من وين؟ جاي من حول المحرك. المحرك بصير فيه عمليه احتراق وبالتالي ينتج درجات حراره عاليه، والمفترض انه نقوم بتبريد هذا المحرك، نبرده بواسطة مية. المية الساخنة في مضخة بتضخها في السيارة، بتجيبها على الراديتر، تمشي في خلال أنابيب في داخل هذا الراديتر. طبعا في مروحة مش مرسومة هون، المروحة بتسحب الهواء الجوي بتمرره على هاي المية السخنة هون، وبتاخذ الحرارة من الماء الساخن وتبعدها. الماء الأبرد الآن ووتر أوت يعود مرة ثانية إلى المحرك لتتم عملية التبريد مرة أخرى، وهكذا تتكرر هذه السايكل. باور بلانتس، محطات انتاج الطاقة. محطات انتاج الطاقة تتكون من عدة كومبوننتس او عدة عناصر. العناصر الأساسية الموجودة في أي محطة توليد طاقة هي عندنا في بويلر، عندنا توربين، عندنا كوندنسر، وفي عندنا مضخة. هذول موصولين مع بعض. البويلر وظيفته تحويل الماء الساخن عن طريق عملية حرق لنوع من أنواع الوقود، شو ما كان يكون نوع الوقود، سواء كان وقود أحفوري أو طبعا غاز هو جزء من الوقود الأحفوري، ممكن يكون فحم حجري، ممكن يكون طاقة نووية، ممكن يكون أي طاقة أخرى موجودة، ممكن تكون طاقة في مياه. المهم هذا الماء يتحول إلى بخار في داخل البويلر، يخرج هذا البخار على ضغط عالي ودرجة حرارة عالية وينتقل إلى ما يسمى بالتوربين. التوربين عبارة عن زي المروحة فراشات، هذا البخار اللي ضغطه عالي بضرب في هاي الفراشات بحركها، فنحصل على حركة دورانية في محور. هذا المحور ممكن ربطه مع مولد كهرباء جنريتر ونحصل على الكهرباء. البخار اللي طلع من البويلر وأخذناه على التوربين، حصلنا على حركة دورانية استغليناها في توليد طاقة كهربائية.
هذا البخار يخرج من التوربين إلى كوندنسر مكثف، يقوم بتحويل البخار مرة أخرى إلى ليكويد ووتر، إلى ماء سائل. تقوم المضخة بضخ هذا الماء السائل مرة أخرى إلى البويلر حتى تتكرر هذه السايكل مرة أخرى باستمرار. طبعا هو زي ما أنتم شايفين في طاقة حرارية، في عندك الحركة الدورانية هي عبارة عن شغل ورك. الشغل هو طاقة، الحرارة هي طاقة، الوقود يمتلك طاقة كيميائية في روابط، ولما يتم الاحتراق تتحول إلى طاقة حرارية وهكذا. الثلاجة واضح الهدف من الثلاجة التبريد، ومعناه التبريد إنه آخذ الحرارة من داخل هاي الثلاجة وآخذها إلى مكان آخر بشكل مستمر حتى أحافظ على درجة حرارة منخفضة في الثلاجة. وبالتالي بتلاحظوا إنه هاي التطبيقات جميعها تستغل مبادئ الديناميكا الحرارية، زي ما راح نشوف بنطبق على هاي الأجهزة القانون الأول، بنطبق عليها القانون الثاني، وبنحصل على حساباتنا، نستطيع حساب كميات الحرارة المختلفة وأيضا الشغل، لأن الشغل والحرارة شكلين من أشكال الطاقة، وتمتلك نفس الوحدات الطاقة، كلها وحداتها جول أو كيلو جول، وكذلك الحرارة والورك وحداتهم جول أو كيلو جول. يعني أوضح تطبيق من تطبيقات الديناميكا الحرارية هو الإنسان. ما تستغربوش، يعني الإنسان بتناول أغذية مختلفة، كل خلية من خلايا الإنسان موجود فيها عضو يطلق عليه اسم ميتوكوندريا، هذه عبارة عن محطة إنتاج طاقة في الخلية، تحول الأغذية طبعا بمركباتها المختلفة إلى طاقة. هاي الطاقة بيتم استغلالها في رفع درجة حرارة الإنسان والمحافظة عليها. تعرفوا أن درجة حرارة الإنسان لازم تظل 37 تقريبا، فإذا كانت الدنيا فصل زي هذا الفصل برد مثلا أو شتاء، فمعناته إذا ما كانش في عنده تعويض للطاقة اللي بيفقدها راح يبرد الإنسان ويصبح مريض، وقد تصل إلى مرحلة الوفاة إذا كان مثلا تعرض لأجواء باردة جدا زي القطب الشمالي أو سيبيريا أو إلى آخره. طبعا الطاقة الأخرى غير الحرارة اللي بياخذها الجسم تستغل في النشاطات المختلفة التي يقوم فيها، تصرف في الحركة في الشغل سواء كان مجهود ذهني أو عضلي بيستهلك طاقة. إذا واضح جدا وجود الثيرموداينامكس أو العلم هذا في العديد من التطبيقات في كافة المجالات. بالنسبة للدايمنشنز اند يونيتس، وما بيسموا الكميات الأساسية زي الماس الكتلة، لينث الطول، والتايم الزمن، هذول بسموهم دايمنشنز. يميز كل دايمنشن من هذول بيونت، وحدة، والوحدات الأساسية المستخدمة في النظام العالمي الكيلوغرام فور ذا ماس، متر فور ذا لينث، والسكند فور تايم، وهي بسموها برايمري أو فاندمنتال يونتس، اللي هي الوحدات الأساسية ماس لينث تايم. هنالك وحدات مشتقة أو سكندري يونتس ديرايفد، ويعبر عنها باستخدام الوحدات الأساسية زي مثلا السرعة متر بير سكند، الانيرجي عبارة عن جول، والجول عبارة عن ايش؟ يعني مثال على الطاقة الشغل، وحدات الشغل هي جول. من ايش بتكون الجول؟ نيوتن. الشغل هو عبارة عن فورس ضرب مسافة وإزاحة، وبالتالي القوة وحداتها نيوتن، ونيوتن كيلو جرام متر على ثاني تربيع، والمسافة متر، فصارت بالضبط زي ما حكيت كيلو جرام متر سكوير على سكند سكوير. تمام. الفوليوم أيضا مشتقة متر مكعب، وبقية الوحدات الثانوية. في عندنا زي ما بتعرفوا نظامين أساسيات للوحدات، الإنجليش يونتس نظام الوحدات البريطانية، والإس آي يونتس اللي هو الانترناشونال سيستم اوف يونتس، النظام العالمي للوحدات. احنا خلال هذا الكورس راح نستعمل الاس اي يونتس،
اللي هي النظام العالمي للوحدات. نميز بين الويت والماس. الكتلة هي مقدار ما في الجسم من مادة، نعم، والوزن هو جذب، قوة جذب الأرض لهذا الجسم، اللي هي الماس ضرب تسارع الجاذبية الأرضية. إذا الويت يساوي الماس مضروب في تسارع الجاذبية الأرضية جي. أوكي تمام. مين بيحكي لي هاي المعادلة شو فيها غلط؟ هاي تحت. إذا يجب أن تكون في أي معادلة، في أي علاقة، الوحدات متجانسة. بمعنى آخر، إذا كانت هذه كيلو جول، يجب أن يكون مقدار الثاني وحداته كيلو جول. إذا كانت هاي كيلو جول لكل كيلو جرام، معناته هاي لازم تكون كيلو جول لكل كيلو جرام. بس مع أنه الإنرجي وحداتها كيلو جول، إذا يجب أن تكون هاي كيلو جول. إذا لا نستطيع أن نجمع برتقال مع تفاح، إذا يجب أن تكون الكميات الفيزيائية وحداتها متجانسة. وما بيصير تكون واحدة مثلا كيلو جول والتاني تكون جول، لازم يكونوا كلهم نفس الشيء. تمام. زي ما حكينا لكم أمثلة على الوحدات المشتقة، وحدات النيوتون في الأصل هي كيلو جرام متر على سكن تربيع، الماس في التسارع، في التسارع حسب قانون نيوتون، الماس كيلو جرام والتسارع متر لكل ثانية تربيع. إذا بدنا نحول الوحدات، بنقول انه هون في شيء بنسميه ذا يونت ريشيو او كونفرجن يونيتي كونفرجن ريشيو، استعملوها عشان تعرفوا تحويل الوحدات من وحده الى اخرى. فنيوتن مقسوم على هاي الكميه، هاي الكميه يساوي واحد، نستعملها لتحويل من نيوتن لكيلو جرام بير متر بير سكند سكوير او العكس. بنيجي على المفاهيم الأساسية راح نعتمد عليها في الثيرموداينامكس وديفينيشنز، يعني لازم هاي كلكم تعرفوها 100%. في إشي اسمه ثيرموداينامك سيستم، ثيرموداينامك سيستم، النظام الثيرموديناميكي. إيش هو السيستم؟ زي ما أنتم شايفين السيستم هو عبارة عن كمية من المادة أو المساحة المراد دراستها. يعني في أي شيء بدك تدرسه أنت، تخيل كأنه في حدود باوندري تفصل هذا السيستم عن محيطه surroundings. فيعني مثلا ممكن تعتبر أي شيء سيستم، وممكن تكون حدوده هذه تخيلية أو فعلية، أو فعلية. يعني مثلا بدك أدرس بني آدم، إذا بتخيل وكأنه يحيط في هذا البني آدم حدود غلاف يفصله عن محيطه، ودراستي له بدها تكون بدي أطلع على هذا، على هاي الباوندري. هاي الباوندري شو اللي بيجتازها؟ إيش اللي بيقطعها؟ في حالة السيستم هذا هيو زي ما راح نشوف، في عندي نوعين من أنواع السيستمز. سيستم مغلق يعني يمتلك كتلة ثابتة، يمتلك كتلة ثابتة في داخله ما بتتغير هاي الكتلة. معنى ذلك انه هذا السيستم اللي هو راح نشوف انه الكلوزد سيستم، في هاي الحالة ممنوع المادة تدخل من له او تطلع منه، يعني يحتفظ دائما بنفس الكتلة ويفصل عن محيطه الباوندري هاي تاعت السيستم. والمحيط ايضا هو عبارة، ممكن نعتبره سيستم اخر، نظام اخر، وهو مادة مجموع كل الخارج السيستم هذا هو سيستم آخر بنسميه surroundings أو المحيط. واللي بيصير إنه التفاعل بين السيستم وبين محيطه يتم خلال هذه الباوندري، يعني الانتراكشنز اللي ممكن تتم على هذا السيستم بتتم أو بدرسها أنا، بتطلع على هاي الحدود اللي بتفصله عن بقية الشغلات الثانية وبشوف شو التفاعل بين هذول التو سيستمز. إذا الباوندري هي بتفصل، سواء كانت باوندريز تخيلية إيماجينري أو حقيقية، أو ممكن يكون جزء منها حقيقي وجزء منها تخيلي، ما في أي مشكلة. أي شيء خارج السيستم هو surroundings، والسيستم هو عبارة عن كمية من المادة أو region in space، أو يعني منطقة في الفراغ تم اختيارها لدراستها، تم اختيارها
لدراستها. إذا أنا بحدد شو السيستم اللي بدي أدرسه، وين جاية الباوندري تبعته اللي بتفصله عن محيطه. في عندي كلوز سيستم زي ما حكيت لكم. في هاي الحالة في عندكم هاي هون اكزامبل الموجود عندنا هون سلندر ومغلقة ببستون، بستون هذا اسمه كلوز سيستم. الخطوط المقطعة تمثل حدود النظام، معنى ذلك انه انا معني بدراسة محتويات هذه السلندر وليست السلندر، والسلندر خارج هذا النظام. السلندر والبستون تعتبر خارج هذا النظام يعني من السراوندينجز. الماس كونستانت هذا اهم ما يميزه، الكلوز سيستم يميز انه الماس تبعته كونستانت. الماس غير مسموح لها تجتاز حدود النظام، بمعنى ما في مادة تدخل للنظام ولا مادة تطلع من النظام. اما الانرجي فيمكن ان تجتاز حدود هذا النظام، الباوندريز كانرجي ممكن انها تجتاز هذه الحدود في دخولا وخروجا في الاتجاهين. ايضا هذا السيستم ممكن يكون ثابت ستيشنري، ممكن يكون متحرك، يعني ممكن يتحرك بسرعه معينه، ممكن يطلع للاعلى، ممكن ينزل للاسفل، لكن الشرط طبعا انه دائما يحتوي على نفس كميه الماتيريال الماس نفسها. و هذا اهم شيء في هذا الموضوع هنا. حاله خاصه من الكلوز سيستم او الكنترول ماس اللي هي الايزوليتد سيستم. ايزوليتد سيستم النظام المنعزل، خلينا نسميه، لانه في كلمه ثانيه مستعمله انسوليتد. انسوليتد سيستم راح يمر معنا انها نظام معزول حراريا، يعني الحراره ما بتدخل له ولا بتطلع منه. انما isolated system ممنوع الطاقه كمان تجتاز حدوده، يعني لا حراره ولا اي نوع من انواع الطاقه الاخرى مسموح له يجتاز هاي الحدود. في هاي الحاله بنسميه isolated system. insulated system كمان مره هو سيستم معزول حراريا فقط. طيب اذا في حاله isolated system الماس كونستانت، الفوليوم كونستانت، والانرجي كونستانت. هون في الكلوز سيستم بشكل عام ممكن انه الفوليوم يتغير، يعني شكل حدود النظام ممكن تتغير شريطة ان تحتوي على نفس الماتيريال. البستون هذا ممكن يتحرك الى الداخل، ممكن يتحرك الى الخارج، وبالتالي الفوليوم ممكن يقل ممكن يزيد، لكن بما انه دائما يحتوي على نفس الماس فهو closed system وحدوده يطلق عليها اسم الكنترول ماس او الكنترول سير الماس سيرفيس او الباوندري زي ما شفنا الباوندريز اللي هي الحدود. النوع الثاني من الانظمه هو الاوبن سيستم. الاوبن سيستم يطلق عليه اسم اخر كنترول فوليوم بسموه احيانا. الفرق بين الجهتين هذا له حدود وهذا له حدود زي ما انتم شايفين. هون ماخذين نوزل كمثال. غالبا الاوبن سيستم يكون جهاز، بيكون جهاز من الاجهزه. فالنوزل هاي جزء من الباوندريز حقيقي، والمدخل والمخرج تخيلي. اذا هذه الكنترول سيرفيس بسموه اللي هي ايماجينري هون باوندري وهون ريال باوندريز. الكنترول فوليوم سي في يحيط فيه كنترول سيرفيس اللي هي حدود النظام. هون الفرق بين الاوبن سيستم والكلوز سيستم انه هون ايضا الماتيريال مسموح لها تدخل، الماده ممكن تدخل وممكن تطلع من ناحيه اخرى او ممكن تدخل من منطقتين ايضا، مش شرط يعني ما في عنا مشكله. اذا هون الانرجي مسموح لها تجتاز حدود النظام، والماس مسموح لها تجتاز حدود النظام. شكل الحدود ممكن يتغير ما في عنا اي مشكله. ممكن يكون الكنترول فوليوم متحرك او ثابت، متحرك او ثابت. اوكي هذا ما يتعلق في السيستم. ثيرموداينامك سيستم نوعين، كلوز سيستم اوبن سيستم. ماذا يميز الواحد عن الاخر؟ اهم ما يميزهم انه الماس تبعت الكلوز سيستم كونستانت مسموح للطاقه تجتاز حدوده، بينما الكنترول فوليوم
مسموح للماس تجتاز حدوده ومسموح للطاقة تجتاز حدوده، وكلاهما ممكن تتغير الفوليوم تبعته، وممكن يكون متحرك وممكن يكون ستيشنري أو ثابت. نكمل في التعريفات تبعتنا، نعرف إشي اسمه property. property قلنا إنه القانون الأول يؤكد أن الإنيرجي is a property أو thermodynamic property، فبدنا نعرف شو يعني property، شو هي الخاصية. البروبرتي طبعا من يعني نفس الكلمة بتقول لك هي خاصية، يعني معنى آخر any characteristic of a system، أي ميزة تشخص النظام، أي ميزة تشخص النظام. يعني زي إيش؟ يعني زي درجة حرارة النظام، زي الضغط داخل النظام، زي حجم النظام. إذن هذه يطلق عليها اسم properties أو خصائص في الديناميكا الحرارية، أي ميزة تشخص النظام ك its temperature, its pressure, its volume، هاي properties. البروبرتيز في إلها أنواع، نوعين أساسيات، intensive property و extensive property. What is the intensive property؟ الintensive property هي أي خاصية لا تعتمد على مقدار حجم النظام أو قديش النظام كبير أو صغير. زي إيش؟ زي درجة حرارة ما لهاش علاقة في الحجم، البريشر ما له علاقة، كثافة المادة داخل النظام ما لها علاقة سواء كان حجمه كبير ولا حجمه صغير، الكثافة مستقلة. إذن هذه الانتنسيف بروبرتي هي الخاصيات أو الخصائص التي لا تعتمد على مدى حجم أو كبر أو صغر النظام، بينما الاكستنسيف بروبرتي تعتمد اصلا هي على حجم او مدى كبر او صغر النظام، زي كتلته الحجم تبعه، التوتال انرجي التي يمتلكها. لانه مثلا 5 كيلوغرام نحاس على درجه حراره 50 تحتوي على كميه انرجي اقل من 20 كيلو نحاس على نفس درجه الحراره. فصار واضح الان بالنسبه لنا انه الاكستنسيف تعتمد على مدى الفوليوم أو الإكستنت، مدى كبر أو صغر السيستم أو النظام. لاحظين نحن الآن نحكيش إلا على النظام. في الثيرموداينامكس ما بنقول الجسم بودي ولا بنقول إنما السيستم، كل كلامنا بيحكي عن نظام معين نقوم بدراسته. في مصطلح آخر بسموه the specific property أو الخاصية specific النوعية، اللي هي متعلقة في الإكستنسيف بروبرتي. إذا قسمنا الإكستنسيف بروبرتي على الكتلة نحصل على ما يسمى بالسبيسيفيك بروبرتي، زي الحجم النوعي سبيسيفيك فوليوم يساوي الفوليوم مقسوم على الماس، السبيسيفيك إنيرجي يساوي الإنيرجي مقسوم على الماس على الكتلة، هاي بيسموها سبيسيفيك بروبرتي. الحجم النوعي معكوس الكثافة أصلا، وكثافة النظام intensive، فمعكوسها أيضا بده يكون intensive، لأنه الحجم النوعي وحداته متر مكعب لكل كيلوغرام، وهذا ممكن يكون في أكثر من نظام سواء كان النظام كبير أو صغير، وبالتالي it is intensive property. إذا تصبح الخاصية extensive إذا قسمناها على الماس تصبح intensive، تصبح intensive. density rho هي الكتلة على الحجم، وحداتها كيلوغرام لكل متر مكعب. الحجم النوعي معكوس الكثافة وهو يساوي الفوليوم على الماس، الفوليوم على الكتلة هو متر مكعب لكل كيلو جرام. specific gravity أو relative density الكثافة النسبية أو الجاذبية النسبية، specific gravity هي عبارة عن كثافة السيستم أو كثافة المادة مقسومة على ستاندرد دينسيتي اللي هي للمية، وكثافة المية عند 4 درجات حرارة مئوية تساوي 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب. إذن السبيسيفيك جرافيتي لأي مادة هي عبارة عن كثافة المادة نفسها مقسومة على كثافة الماء. أي تعريفات تعرفوها أنتم من الأول. مصطلح آخر the state of the system. What is the state of the system؟
ما هي حالة النظام؟ احنا حكينا انه النظام يمتلك ايش؟ بروبرتيز، يمتلك خصائص زي درجة الحرارة، ضغط، حجم، كتلة، فوليوم، حجم النوعي، هاي كلها خصائص. الستيت اوف ذا سيستم، حالة النظام، هي مجموع خصائص النظام في لحظة معينة. يعني بدي اوصف حالة النظام او الوضع اللي هو النظام موجود فيه، بوصفه بواسطة مجموع خواصه بتثبت الوضع اللي هو فيه، انه درجة حرارته كذا وضغطه كذا وحجمه كذا. فهاي مجموع هاي الخواص في هاي النقطة او في هاي اللحظة يصف الستيت اوف ذا سيستم. اذا البروبرتيز هي اللي بتوصف الستيت تبعت النظام. يعني باجي بقول انه نظام درجة حرارته قسنا الان 100، الضغط تبعه 1 بار، الفوليوم 10 متر مكعب، في لقطة معينة في لحظة معينة، هذا المجموع تبع الخواص يصف حالة النظام، يصف أو يثبت حالة النظام. إذا all properties of a system have fixed values، إلها قيم ثابتة في هاي اللحظة، وهاي البروبرتيز تصف حالة النظام في هذه اللحظة. مصطلح الإكوليبريوم هو الاتزان، ممكن سمعتوا في الاتزان الكيميائي أنتو في التفاعلات الكيميائية، في أنواع كثيرة من الاتزان. شو الاتزان؟ الاتزان هو state of balance، حالة توازن، حالة توازن. في هاي الحالة لما يكون السيستم in equilibrium، في حالة اتزان، بيكون ما في يعني ما في موجود أي شغلة تحفز التغيير في النظام أو تحفز التغير في أي خاصية من خصائص النظام. زي إيش؟ يعني مثلا لو كان في عندي فرق في درجة الحرارة بين النظام وبين محيطه، هل النظام سيكون في حالة اتزان؟ بنعرف إنه راح تنتقل حرارة من الجهة اللي درجة حرارتها أعلى إلى الجهة اللي درجة حرارتها أوطى، وبالتالي الخصائص عمالها تتغير باستمرار مش ثابتة. إذا بيكونش في حالة اتزان، ما بيكون في حالة اتزان. يصل في حالة اتزان إذا ما كان في فرق في شغلات اللي تخلي حالة النظام تتغير أو خاصية من خصائص النظام تتغير. يعني لو كان في فرق في الضغط بين النظام وبين محيطه مثلا، كذلك شو راح يتغير؟ راح يتغير الحجم، صح ولا لا؟ إما النظام راح يتمدد أو راح يتقلص، وبالتالي ما في ما يسمى بدرايفنج فورسز أو وجود أمور تدعو إلى تغير حالة النظام أو أي خاصية حتى من خصائص النظام. يكون النظام في حالة اتزان إذا كان ما في أي شغلة ممكن تغير في أي خاصية من خصائص النظام. ما هي أنواع الإكوليبريوم؟ Types of Equilibrium. هنالك Thermal Equilibrium، بمعنى آخر أنه Uniform Temperature Throughout the System، درجة الحرارة متجانسة في داخل النظام، ما في إشي راح يغيرها درجة الحرارة، وبالتالي بيكون System in Thermal Equilibrium. متى يكون System in Mechanical Equilibrium؟ Uniform Pressure or No Tendency، ليس هنالك أي ميل لتغير البريشر في أي نقطة من نقاط داخل السيستم. عندما يكون السيستم معزول عن محيطه، عندما يكون السيستم معزول عن محيطه، يعني إذا كان في فرق في الضغط في داخل السيستم بين نقطة ونقطة أخرى، معناته راح يكون في عندي تغير، راح تتحرك الماتيريال من منطقة إلى منطقة أخرى، وبالتالي راح يتغير عندي حجم مثلا أو شغلات معينة في داخل النظام. طب ما هو المقصود في الفيز إكوليبريوم؟ شو معناك أول كلمة فيز؟ مصطلح الفيز بالنسبة للمادة، حالة المادة، حالات المادة اللي هي الصلب والسائل والغاز. الآن ممكن سيستم يحتوي على 1 كيلوغرام مية، نصها سائل نصها بخار. إذا ما كانش في أي تغيير آخر، فيش ولا أي شيء عماله بغير في النظام، راح يضل نص كيلوغرام مية ليكويد ونص كيلوغرام فيبر. لكن إذا مثلا حطينا تحت هذا النظام شعلة
مثلا شنو راح يصير؟ انه كتلة السائل راح تقل وكتلة البخار راح تزيد. في هاي الحالة ما بيكون في عندي فيز إكوليبريم. اما اذا ثبت نسب الفيزز لبعضيها او كتل الفيزز لبعضيها في النظام ثبتت، ما في شيء بيغيرها عماله، بتكون في حالة فيز إكوليبريم. والاتزان الكيميائي ما في عندي اي شيء يدعو الى انه يصير يستمر في عندي تفاعل كيميائي يكون موجود، وبالتالي في اتزان بين العناصر الداخله في التفاعل والعناصر الطالعه من التفاعل. في هاي الحاله ما في عندك هاي بتزيد وهي بتقل، او هاي بتقل وهي بتزيد، وفي عندك اتزان كيميائي. طيب ما دام هيك احنا قلنا في ثيرمال وفي ميكانيكال وفي فيز وفي كيميكال وفي، طيب ما هو الثيرموديناميك اكوليبريوم؟ متى يكون النظام ثيرموديناميكالي ان اكوليبريم؟ في حاله اتزان ثيرموديناميكي. اذا كان هناك اتزان في جميع التغيرات الممكنه على الحاله، يعني بده يكون متزن ثيرمالي وميكانيكالي وفيز وكيميائي، كل هذه تكون في حاله موجوده، يعني اتزان في جميع الاتجاهات، ما في اي شيء ممكن يغير الستيت تبعت النظام. الستيت تبعت النظام تتغير حتى لو تغيرت one property، لانه قلنا انه مجموع البروبرتيز يصف حاله النظام. فاذا تغيرت اي خاصيه من خصائص النظام معناته الستيت تغيرت، وتغيرت الستيت معناته ما في ايكوليبريم. الايكوليبريم معناته انه بضل النظام في نفس الستيت، بنفس الستيت في حاله التزام، ما في شيء يغيرها. طيب اما الستيت بوستوليت اللي هي حكينا ايضا نعرفها، ففي عندي لها اسم ثاني بعض الكتب بسميها ذا تو بروبرتي رول، ذا تو بروبرتي رول، قانون الخاصيتين. شو بقول هذا القانون؟ أول حاجة خلينا نحكي نص القانون وبعدين بنوضح المصطلحات اللي داخله. The state of a simple compressible system is completely described by two independent intensive properties. طيب intensive properties عرفنا ايش هي؟ انه هي property لا تعتمد على حجم النظام زي temperature والpressure. طيب ما هو المقصود في simple compressible system؟ system احنا عرفنا ايش هو system. simple compressible system اللي هي التعريف اللي تحت هون، وعبارة عن system in the absence، في غياب عدم وجود electrical, magnetic, gravitational, motion and surface tension effects. هو النظام اللي بيكون تأثير الكهرباء والمغناطيسية والجاذبية والحركة وخاصية التوتر السطحي ليس لها أثر في هذا النظام، غير موجودة في هذا النظام. في هذه الحالة يطلق عليه اسم simple compressible system. شو بقول قانون الخاصيتين؟ يمكن تحديد أو وصف حالة النظام إذا كان simple compressible بمعرفة two independent خاصيتين مستقلتين و intensive. intensive عارفينها. طيب independent يعني ما في خاصية قيمتها تعتمد على الخاصية الأخرى، بمعنى أنه يمكن تغيير قيمة إحدى واحدة من هذول الخصائص دون تغير الخاصية الأخرى، مع ثبات الخاصية الثانية، مش مربوطات ببعضهم، مش أنه إذا تغيرت هذه تغير هذه، لا، إذا تغيرت واحدة الثانية بتضل ثابتة ما بتغير، هذول يكونوا مستقلات، خصائص مستقلة. إذا كمان مرة، يمكن وصف حالة النظام إذا كان ما في تأثير لكل هاي الأنواع اللي هي electrical, magnetic, gravitational, motion، إذا كان simple compressible system يمكن وصف حالة النظام، تحديد حالة النظام بشكل كامل بمعرفة خاصيتين مستقلتين و intensive في نفس الوقت. إذا قدرنا نعرف مثلا pressure و temperature هذول intensive، وإذا كان مستقلات هذول الثنتين فيش واحدة مربوطة في الثانية، إذا عرفنا هذول الثنتين معناته أنا قدرت أحدد حالة النظام
مش ضروري أعرف كل خواصه عشان أوصف حالته. إذا كان السيستم simple compressible system معناته يكفي معرفة two independent intensive properties لوصف حالة النظام أو لتثبيت to fix the state of the system. بنكمل. What is the process في الديناميكا الحرارية؟ ما هو المقصود في البروسيس أو الإجراء؟ The process هو any change that a system undergoes from one equilibrium state to another. وقلنا انه نستطيع تحديد الستيت تاعت النظام هي ستيت 1 بمعرفه بروبرتي A وبروبرتي B مثلا، وهذول اذا كانوا التنتين انتنسيف واندبندنت معناته الستيت هاي محدده، وفي حاله ما تكون الستيت ثابته ومحدده بيكون السيستم ان اكوليبريم. طيب اذا طرأ اي تغيير ادى الى تغير هاي الستيت مرورا بهذا الطريق، تغيرت الستيتس بهاي الصورة ووصل إلى حالة اتزان جديدة سميناها ستيت 2، تغير change that system undergoes، التغير الذي يتم على النظام from one equilibrium state to another يطلق عليه اسم process. شو بنسميه هذا؟ إجراء. إذا الإجراء هو تغير حالة النظام، تغير حالة النظام من ستيت إلى ستيت أخرى. طيب أنا ممكن من ستيت 1 أصل لستيت 2 بعدة طرق، ممكن أمشي بخط مستقيم، ممكن أمشي بخط مستقيم، ممكن أمشي بهاي الصورة. طيب في النتيجة أنا ستيت 1 بديت فيها وانتهيت بستيت 2، جميع الطرق اللي مشيتها وصلت من ستيت 1 لستيت 2. إذا عشان أوصف البروسيس 100% يجب أن أعرف المسار تبع هذا الإجراء. يعني ستيت بي تغيرت كانت كذا لما كانت ستيت اي كذا، لكن اذا مشيت بطريق ثانيه تغير الوضع. اذا عشان اعرف او اعرف البروسيس كويس او اوضحه بدي اعرف نقطه البدايه الستيت الانيشال والفاينل ستيت والباث اوف ذا بروسيس مسار الاجراء الفعلي. Then to completely describe a process, one must know the initial and final states as well as the path the process follows. المسار الذي اتبعه هذا الإجراء. في نوع خاص من processes يطلق عليه اسم quasi-static أو quasi-equilibrium process. ما هو هذا الإجراء؟ إيش هو؟ وأقول لك عبارة عن إجراء يتم بطريقة بحيث أن يكون النظام في أي نقطة على الإجراء قريب من حالة اتزان. يعني لو مشيت أنا من واحد I want pressure, I volume, state, initial state, final state، نحط سهم من initial final، هاي المسار تاع الإجراء. اوكي اذا اخذت اي نقطه على هذا المسار فهي ستيت، صح ولا لا؟ ستيت 1 ايكوليبريم ستيت، ستيت 2 ايكوليبريم ستيت. الاجراءات العاديه من 1 ل 2 عماله في تغيير بيصير على الخصائص، ما دام في تغيير على الخصائص ما في اتزان. لكن اذا كان في اي ستيت على هذا المسار النظام قريب من حاله اتزان يطلق على هذا الإجراء اسم quasi static أو quasi equilibrium process. زي إيش؟ زي مثلا عملية الانضغاط البطيئة. إذا كانت عملية الكومبريشن، إذا البستون هذا تحرك للداخل بهذا الاتجاه لليسار، معنى ذلك إنه في عندي عملية انضغاط، بضغط السيستم عمالي. إذا كانت هاي العملية بطيئة تعتبر quasi equilibrium. أما إذا كانت سريعة ف it is non quasi، بتكون غير ليست quasi equilibrium process. سواء كان انضغاط أو العكس، إذا كان الإجراء بطيء في حالة الانضغاط وفي حالة الإكسبانشن compression والإكسبانشن يعتبر quasi equilibrium. هاي نقطة البداية
انيشال ستيت، هاي الفاينل ستيت، هذه ايكوليبريم ستيت على الاكيد، هذه ايكوليبريم ستيت على الاكيد. اذا كان ما بينها في اي نقطه بتوقف فيها انت او بتطلع عليها، بتلاقي انه النظام قريب من حاله اتزان، لانه اصلا بطيء ماشي، بيكون قريب من حاله اتزان، يطلق عليه اسم كوازي ايكوليبريم او كوازي ستاتيك بروسيس. ارجو ان تكون واضحه النقطه هاي. نيجي على تعريف السايكل. زي ما انتم شايفين على الرسم البياني، بريشر مع فوليوم، الانيشال ستيت ستيت 1، مشيت باجراء من ستيت 1 لستيت 2 بهذا الاتجاه عبر هذا المسار اللي هو مسار A، وخلصنا. اذا كملنا باجراء اخر من ستيت 2 وعدت مره اخرى الى ستيت 1، هاي تسمى ثيرموداينامك سايكل، نسميها سايكل. اذا what is the cycle? It is a process or series of processes، إجراء أو سلسلة من الإجراءات، that begin and end at the same state. بلشت في state واحد وفي النهاية بعد عدة إجراءات أو إجراءين أو whatever عدت إلى نفس نقطة البداية، هذه بسموها cycle. The initial state هي نفسها the final state. واضح. أنا حكيت لكم قبل شوي على محطات إنتاج الطاقة، وقلت إنه بنبلش من البويلر، بنحول المية لبخار، البخار بروح على التوربين. إذا في عندي إجراء تبخير في البويلر، process evaporation، البخار بروح على التوربين. في التوربين في البداية البخار ضغطه عالي، لما يضرب فيه عنفات او فراشات التوربين بنزل ضغطه، بصير عمليه اكسبانشن، هي كمان اجراء اكسبانشن بروسيس. بعدين بروح على الكوندنسر، بصير في عمليه كوندنسيشن بروسيس، اجراء تكثيف. بعدين بروح على المضخه، بترفع الضغط مره اخرى الى ضغط البويلر، وبتصير عمليه كومبريشن. لاحظوا اربع اجراءات متتاليه اعادتنا الى نفس الستيت في البويلر، الى نفس النقطه في البويلر، فهذه سايكل، هاي تعتبر سايكل. طيب في عنا سابقة بسموها ايسو. ايسو يعني شبيه، يعني زي او مثل. فلما نقول ايسو بروسيس يعني بروسيس متشابه، او في اشي بضل ثابت فيه. فهي الكلمة بنستعملها احنا في وصف بعض الاجراءات لما يكون في عندك خاصية بتضل ثابتة فيه خلال هذا الاجراء. اذا كان احد الاجراءات كانت درجة الحرارة ظلت ثابتة خلال الاجراء كله، from state 1 to state 2، بنسمي هذا الاجراء isothermal، يعني درجه الحراره ظلت ثابته. اذا كان البريشر بقي ثابتا بنسميه isobaric، واذا كان الكثافه او الحجم ظلت ثابته بنسميها isochoric. فلما تسمع هذا المصطلح انت لازم تعرف انه التمبريتشر at state 1 تساوي التمبريتشر at state 2، isobaric البريشر ات ستيت 1 يساوي البريشر ات ستيت 2. اما اذا كان ايسوتشوريك فان رو او الحجم النوعي او الحجم، اذا كان نظام مغلق طبعا، يبقى ثابت، وبالتالي رو 1 تساوي رو 2، او الحجم النوعي في 1 تساوي في 2 الى اخره. وفي المستقبل راح نتعرف ايضا على اجراءات اخرى اذا بقيت ثابته بعض الخصائص، هذه بنسميها برضه ايزو سمثينج، لما نوصلها بنشوف. تعريف آخر أو مصطلح آخر، the steady flow process. ما هو المقصود لما نقول عن، طبعا الستيدي فلو ما دام بيحكي لي فلو معناته بيحكي عن نظام مفتوح، بيحكي عن نظام مفتوح، لأنه النظام مغلق ما في فلو، ما في فلو للماتيريال، لا ان ولا اوت. المقصود في كلمه ستيدي نو تشينج وذ تايم، نو تشينج وذ تايم. ومصطلح اليونيفورم، يونيفورم فلو، نو تشينج وذ لوكيشن. ايش يعني ستيدي فلو بروسيس؟ اجراء ستيدي فلو از وان ان ويتش ا فلويد فلوز
through a control volume steadily, بمعناته الفلو لا يتغير مع الزمن. The flow in وout لا يتغير مع الزمن. يعني كان 5 كيلو جرام بير سكند تدخل على النظام، بتضل بعد 5 دقائق 5 كيلو جرام بير سكند تدخل على النظام، وهكذا. اما اذا كان يونيفورم، معنى اليونيفورم انه في اي نقطه بتاخذها انت في النظام، هذه تايم الساعه 1 وهذه الساعه 3، في هاي النقطه كانت درجه حراره 300 والساعه 3 ظلت 300، في هذه كانت 250 وفي هذه كانت 250، وهكذا. اذا المقصود انه الخصائص في نفس النقطه لا تتغير مع الزمن، مع انه في نقاط مختلفه في اللوكيشن ممكن تتغير قيمه هذه الخاصيه حسب اللوكيشن، لكن في اللوكيشن الواحد لا تتغير مع الزمن. بنرجع القانون اللي حكينا لكم عليه اللي هو الزيروث لو اوف ثيرموداينامكس. هو طبعا عباره عن بديهيه ما فيها يعني مش بدها شطاره، يعني تفهمها لحالها. خليني احكي النص انا مباشره، النص هذا القانون بقول لك two bodies are in thermal equilibrium if both have the same temperature reading، او if two bodies are in thermal equilibrium with a third body they are also in equilibrium with each other. ماذا نعني في هذا الكلام؟ يعني لو جبت انا سيستم هذا كبر على 60 درجه مئويه وقربته من هذا السيستم ايرون برضه على 60، هذا وهذا ان ثيرمال اكوليبريم لانه درجه الحراره متساويه في الاثنين. طيب اذا قربت هذا النظام انا من نظام اخر ووجدت انه ما في تغير في درجه الحراره بين النظامين هذولا، معناته النظام هذا والنظام الاخر ان ثيرمال اكوليبريم، مش راح يصير في عندك انتقال حراره بينهم لانه درجات حرارتهم متساويه. اذا ساوى نظامين نظام ثالث في درجه الحراره تبعتهم، فان هذول النظامين بيكون درجات الحراره متساويه. يعني بالشغله بديهيه، اذا كان نظامين اذا قربناهم على بعضهم في حاله اتزان حراري مع نظام ثالث، يعني قربت واحد واحد منهم اخذتهم على النظام الثالث، واحد الاولاني كان ان ثيرمال اكوليبريم والثاني كان ان ثيرمال اكوليبريم مع النظام الثالث، معناته الاثنين هذول واحد اثنين ار ان ثيرمال اكوليبريم. شغله سهله بديهيه، هذا بسموه قانون الصفري، قانون رقم صفر. نجي على التمبريتشر، بنذكركم تمبريتشر، تعرفوا انه في مقاييس لدرجه الحراره، في الابسوليوت تمبريتشر سكيل، وفي عندكم السلزياس تمبريتشر سكيل، وفي عندكم الفارنهايت تمبريتشر سكيل، درجه الحراره الفهرنهايتيه والمئويه، والكلفن اللي هي المطلقه، درجه الحراره المطلقه. وبتعرفوا العلاقه بينهم، اذا كان عندك تي بالكلفن اكيد تطلعها بالكلفن، تحط السنتيجريد زائد 273.15%. لكن اذا قلت دلتا تي، معناته دلتا تي سواء كانت بالكلفن او بالسنتيجريد بتكون متساويه، لانها عباره عن فرق بدرجه الحراره، لانه كل واحده بتكون جامع لها عند 273 وبتساوي الفرق بينهم، بتروح هذه مع بعضيها وبتضل دلتا تي كلفن تساوي دلتا تي سنتيجريد. العلاقه بين الفهرنهايت والسنتيجريد، وبالتالي اذا كان في عندي بدي احول من سنتيجريد لفهرنهايت، فتي سنتيجريد تساوي تي فهرنهايت تساوي 1.8 ضرب تي سنتيجريد زائد 32، ممكن احول من واحده الى اخرى. والعلاقات الاخرى بين الكلفن وبين الرانكن، يعني نعرف انه احنا درجه الحراره كلفن هي المطلقه للسنتيجريد. طيب شو درجه الحراره المطلقه للفهرنهايت؟ بسموها رانكن. هذول الاخوان هو اللورد كلفن واللورد سيلزياس، واساميهم سميت المقاييس. نجي ايضا نكمل في تعريفاتنا
البريشر كلكم بتعرفوا شو الضغط. الابسوليوت بريشر الضغط المطلق. ايش بيساوي الضغط المطلق؟ البي ابسوليوت الضغط المطلق يساوي الضغط المقاس بي جيج زائد الضغط الجوي بي اتموسفيريك. اذا في عندك جيج بريشر هو الضغط المقاس، وفي عندك الاتموسفيريك بريشر الضغط الجوي. اذا بدك الضغط المطلق لاي قياس قمت فيه انت بتجمع لهذا القياس، تجمع له الضغط الجوي، وبصير عندك الابسوليوت بريشر. اذا كان الضغط المقاس بالناقص يكون فاكوم، بنسميه احنا فاكوم بريشرز، ضغط الفراغ، بيكون عندك الضغط المطلق في هاي الحالة ابسوليوت لو اخذته على الجهة الثانية يساوي الاتموسفيريك بريشر ناقص الضغط المقاس اللي هو بي فاكوم، بدل زائد بيصير ناقص. بمعنى اخر لو جينا على الرسم، اذا الضغط المقاس موجب تضيف له الضغط الجوي تحصل على الابسوليوت بريشر. اذا الضغط المقاس سالب تطرحه من الضغط الجوي تحصل على الابسوليوت بريشر. كما بنذكركم في هذا القانون، اذا بدي اعرف الضغط انا في النقطه هذه، هذا سد او خزان، وبدي اعرف الضغط على الاسفل هون او على هذا الجدار في هاي النقطه، قديش الضغط هون؟ صفر، او ضغط جوي هون في هاي النقطه، بيعتمد قيمه الضغط على طول عمود الفلويد، بمعنى اخر على المسافه هاي من هون لهون. دلتا بي يساوي بي 2 ناقص بي 1 ويساوي رو للماده هاي في تسارع الجاذبية الأرضية في دلتا زد اللي هي الارتفاع، هذا دلتا زد اللي هي زد 2 ناقص زد 1. إذا الضغط هون يساوي رو في جي في اتش، رو في جي في اتش، أو الفرق في الضغط بين نقطتين يساوي دلتا بي تساوي رو في جي في دلتا زد، الفرق في الارتفاع. واضحة هاي العلاقة؟ واضحة واضحة. أوكي. إذا كانت الرو متغيرة، إذا كانت الكثافة متغيرة، طبعا هون بنحكي احنا عن كثافة ثابتة، كثافة ثابتة يعني كثافة المية ثابتة مثلا، أو كثافة الهواء في ضمن حدود معينة، ضمن ارتفاعات معينة ثابتة، لكنها بتتغير هي كل ما طلعنا بتقل. إذا كانت رو متغير بصير عندك دلتا بي بتساوي تكامل من نقطة واحد للنقطة اثنين رو في جي في دي زد. طبعا في هاي الحالة تحط رو بدلالة الارتفاع، بدلالة الزد عشان تسوي التكامل، عشان تسوي التكامل. بشكل عام the variation of pressure with depth، تغير الضغط مع الارتفاع، is significant for liquids، واضح اكثر للليكويدز لانه رو للليكويدز اعلى كثير، و negligible for gases، يعني لو مشيت من طلعت ثلاث طوابق انت مش راح تشعر انه في فرقية في الضغط كثير، لانه كثافة الهواء بسيطة وبالتالي الفرق في الضغط مش كبير. لكن إذا رحت من الخليل على البحر الميت في عندك فرقية 400 متر تشعر بفرق الضغط، تشعر بفرق الضغط لأن الكثافة تغيرت بشكل كبير. نذكركم برضو ما دام تاخذوا الفلويد ميكانكس حاليا، في أجهزة تستعمل لقياس الضغط في زي المانوميتر. الآن في بناخذ النقطتين واحد واثنين، هذا الفلويد نفس الفلويد. إذا بدي أعرف الضغط في النقطة اثنين شو بدي أساوي؟ الضغط في النقطة اثنين زي ما تعلمناها 8 رو لهي المادة في جي في اتش. وإذا بدك الضغط المطلق تجمع له الضغط الجوي، لأنه في هاي النقطة يؤثر الضغط الجوي. إذا اعتبرته صفر الضغط الجوي وبدك بس الضغط المقاس، البي جيج في هاي الحالة بده يساوي رو في جي في اتش هاي، لانه هذا الجزء يلغي هذا الجزء. اوكي، هايها بي 2 في النقطه 2 يساوي البي اتموسفيريك اللي بأثر على النقطه هاي هون فوقيها، زائد ضغط عمود السائل هذا اللي هو عباره عن رو في جي في اتش. الجهاز المستعمل في قياس الضغط الجوي هو الباروميتر، يطلق عليه اسم الباروميتر، وهي هو الشكل تبعه.
نجيب زئبق، هذا الحوض فيه كمية زئبق، وبنعبي هذا المخبر الزجاجي، بنعبيه أيضا زئبق، بنغطيه بإصبعنا وبنقلبه في داخل هذا الوعاء، راح نلاحظ إنه مستوى الزئبق بنزل مسافة معينة، بعدين بيثبت. عمود الزئبق هذا من هاي النقطة لهاي النقطة يمثل الضغط الجوي، لأن الضغط الجوي بيضغط على سطح هذا السائل، وهذا العمود ظل ينزل عبين ما عادل الضغط الجوي. إذا الضغط الجوي في هاي الحالة رو للزئبق في جي في هاي المسافة اتش. إذا بي اتموسفيرك في هاي الحالة مقاس بالبارومتر يساوي رو في جي في اتش. واضحة النقطة هاي؟ كيف بدك تحل أي سؤال؟ يعني أقترح عليك بعض الخطوات. بتقرأ السؤال، ترسم سكتش، دائما ارسم سكتش بيساعدك في حل الأسئلة، سوي بعض الفرضيات وبعض التقريبات، يعني مثلا أسيوم إنه رو تبقى ثابتة، أسيوم إنه مش عارف إيش، القوانين اللي أنت حافظها بتعلق في هذا السؤال بتحطها، بتشوف قيم البروبرتيز المختلفة وبتسوي الكالكوليشنز، وبعدين بتقيس بدماغك هل معقول هالجواب طلع معاي ولا مش معقول، إذا في طريقة تتأكد بتتأكد، وبتشوف بتناقش الأجوبة تبعتك مدى صحتها، لو سوينا كذا شو بصير، لو عملنا كذا بصير.